قناة ماريانا نحو فكر أفضل. دعاء نهاية عام 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن يستفيد الجميع من هذا الدعاء وأن يتقبله الله منا ومنكم إن شاء الله. وقبل أن نبدأ، أتمنى منكم جميعا أن تعطروا تعليقاتكم بالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكرمونا بتعليق ولايك ومشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، ليس أمرا كرما منكم. فهيا معا جميعا نقرأ دعاء نهاية العام 2023 ميلادي. اللهم اجعل نهاية عام 2023 مليئة بالخير والرحمة. اللهم أنعم علينا في العام الجديد 2024 بالصحة والسعادة والرزق. اللهم بارك لنا في الأيام القادمة وسهل لنا كل عسير. اللهم اجعل نهاية هذا العام شاهدة لنا بالخير والتوفيق في العام القادم. اللهم أحسن خاتمتنا في هذا العام وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم استقبلنا العام الجديد بنفوس مطمئنة وقلوب مليئة بالأمل والسعادة. اللهم اجعل لنا في العام الجديد أعمالا صالحة وأجرا مضاعفا. اللهم ألهمنا الهداية والاستقامة في أعمالنا وسلوكنا في العام القادم. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا في العام الجديد. اللهم اغفر لنا وارحمنا في عامنا الجديد، واجعله عاما مليئا بالمغفرة والرحمة. اللهم ارزقنا العمل الصالح والتوبة النصوح في العام الجديد. اللهم اجعل مساعينا في العام القادم خالصة لوجهك الكريم. اللهم احفظنا وعائلاتنا وأحبتنا من كل سوء في العام الجديد. اللهم أبعد عنا البلاء والأذى في العام القادم، واجعله عاما آمنا ومطمئنا. اللهم ارزقنا القوة والصبر في مواجهة تحديات الحياة في العام الجديد. اللهم اجعلنا من الذوات الراضية عن قضائك وقدرك في العام القادم. اللهم ارزقنا العلم والهداية والتوفيق في جميع أمورنا في العام الجديد. اللهم اجعل شهودنا في العام الجديد أعمالا صالحة وأخلاقا حميدة. اللهم ألبسنا ثوب النجاح والتفوق في العام القادم. يا رب اجعل عام 2024 أفضل عام في حياتنا، واغمرنا بالسعادة والمسرات. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو، وبكم نكبر. وإلى لقاء بفيديو آخر جديد، مع تحيات أختكم ماريانا.